السلام عليكم واهلا بيكم من جديد. من فتره كبيره ما اشتغلناش اجهزه ديسك توب، ومعانا فرصه النهارده باذن الله تعالى ان احنا نشتغل في المذر بورد دي الخاصه بالديسك توب. المذر بورد دي من شركه جيجا بايت. خلونا كده نشوف الموديل بتاعها H310M S2H2، والريفيجن بتاعها زي ما احنا متعودين دايما من شركه جيجا بايت بيكون جنب الاي او ريفيجن 1.0. تمام. طيب، مشكله المذر بورد دي ان هي فاصله باور بشكل كامل. انا جربت المذر بورد واخدت بعض القياسات بعيدا عن الكاميرا، وقلت ان دي فرصه طالما جات لنا مذر بورد ديسك توب بس، ان دي فرصه ان احنا نشتغل فيها مع بعض. تمام. طيب، زي ما قلت قبل كده ان المذر بورد دي فاصله باور بشكل كامل، ولكن في بعض المرات القليله والنادره المذر بورد دي كانت بتستجيب لبرس الباور، والسحب بتاعها كان بيكون في حدود ال 260 ملي امبير، والكرنت درو ده كان بيكون ثابت معايا بشكل مستمر، والمذر بورد ما بتشتغلش داتا معايا. تمام. طيب، مبدئيا كده خلونا نشوف الوضع على الباور سبلاي. في البدايه كده طبعا زي ما احنا شايفين الكرنت درو في الستاند باي 64 ملي امبير، وده طبعا برس الباور معايا. خلونا كده نجرب برس الباور مع بعض، وزي ما احنا شايفين كده مفيش اي استجابه معايا بالنسبه لبرس الباور. تمام. طيب، في البدايه زي ما قلنا انا اخدت بعض القياسات بعيدا عن الكاميرا بالاسلوسكوب، عشان كده انا لاحم الجامبر ده اللي موجود في المنطقه دي عشان بس اربط فيه الجراوند الخاص بالاسلوسكوب. خلينا كده نظهر الاسلوسكوب ونبتدي ان احنا ناخد قياسات الخاصه بمرحله الستاند باي. اظهر بس الاسلوسكوب دلوقتي، اعتقد ان الاسلوسكوب ظاهر معايا، ونبتدي ان احنا ناخد قياسات الستاند باي. اعتقد ان قياسات الستاند باي في المذر بورد دي سهله وبسيطه. عندي هنا الكيو 31، المذر بورد دي متوفر ليها بورد فيو، ومتوفر ليها سكيماتيك موديل قريب من الموديل ده، مش نفس الموديل ولكن نمشي بيه الحال بتاعنا. تمام. فانا كده نشوف فولتيات الستاند باي هنا موجود عندي. خلونا بس نشيل وضع الرول عشان نقدر نقرا الفولتيات بتاعتنا. هنا موجود عندي 5 فولت على الطرف ده، موجود عندي مفيش اي فولتيه هنا على الطرف ده، موجود عندي 5 فولت. ال 5 فولت بالنسبه لي حاله الستاند باي موجوده، اعتقد برضو ان العنصر ده عليه فولتيات الستاند باي. موجود عندي على الطرف ده موجود 3.4 او 3.3، الطرف ده موجود عندي 2.1، والطرف ده موجود عندي 5 فولت، وبالتالي ده عنصر ال دي او بيدخل ال 5 فولت، بتطلع معايا ال دي او على الطرف ده. تمام. كمان عندي برضو في حاله الستاند باي عندي برضو العنصر ده اللي هو الكيو 4. خلونا كده نشوف الفولتيات اللي عليه. على الطرف ده موجود 2.1، على الطرف ده موجود 3.4، وعلى الطرف ده موجود 5 فولت. فاذا ده برضو اي سي ال دي او بيدخل 5 فولت من الطرف ده، وبيطلع معايا 3.3 من خلال الطرف ده. تمام. طيب، بالنسبه لشريحه البايوز خلونا كده نشوف القياسات على البن رقم 1، وطبعا ده هيستدعي مننا ان احنا نفصل الباور سبلاي ونشغله مره تانية. هنبدا نشغل الباور سبلاي مره تانية، وخلونا بس نثبت البروب على الطرف رقم 1. ودلوقتي انا بحاول ان انا اضغط على برس الباور، زي ما احنا شايفين مفيش اي استجابه عندي بالنسبه لشريحه البايوس. معنى الكلام ده ان البي سي اتش ما بتحاولش ان هي تتواصل مع شريحه البايوس بتاعتي. تمام. طيب، بالنسبه لكريستاله الباور خلونا كده نشوف الاطراف بتاعتها. هنا مفيش اي فولتيه، مفيش ولا فولتيه ولا اشاره على الطرف ده، وبالنسبه للطرف ده مفيش اي فولتيه ولا اشاره. طيب، خلونا بس نقلل الديفيجن الخاص بالفولت، هنخليه 200 ملي فولت للديفيجن، عشان طبعا احنا عارفين ان الجهد على الكريستال بيكون قليل جدا. هنا مفيش ولا فولتيه ولا الساين ويف اللي احنا متوقعين انها تكون موجوده معايا على الكريستاله، مفيش اي فولتيه ولا ساين ويف نهائيا على الكريستاله. طيب، خلونا كده نحاول ان احنا نقفل على الكريستاله بجفت ونشغل المذر بورد باور، برضو مفيش اي استجابه. انا بحاول ان انا اضغط على برس الباور في الوقت الحالي، ولكن برضو مفيش اي استجابه. وزي ما قلنا قبل كده واكدنا ان المذر بورد دي ممكن تستجيب معايا للباور بعد محاولات كتيرة جدا. مرة من ضمن المرات النادرة استجابت معايا فعلا لبرس الباور، ولكن الكلام ده بعد محاولات كتيرة جدا على برس الباور. ممكن مثلا على سبيل المثال مرة من ضمن 50 محاولة تبدأ المذر بورد تستجيب معايا للباور، ولكن لما بتشتغل المذر بورد باور
ما بيكونش في اي داتا على الشاشه، والكرنت درو بيكون ثابت عند 260 ملي امبير بصفه مستمره، والكلام ده معناه برضو ان احنا لسه عندنا مشكله. تمام. طيب بما ان الكريستاله بتاعتي ما فيش عليها اي فريكوانسي، خلينا نبدا الموضوع من البدايه خالص. وطبعا اول فولتيه حتى قبل ما اشغل باور سبلاي هي فولتيه الار تي سي. خلينا كده نبحث عن الفولتيه دي. طبعا الفولتيه دي بتروح مباشره زي ما احنا عارفين للار تي سي سيكشن في البي سي اتش بتاعتي. انا مش محتاج التردد الخاص بالكريستاله، ولكن انا محتاج الفولتيه بتاعتي. طبعا الفولتيه بتاعتي زي ما احنا عارفين في معظم التصميمات بتجيني من خلال مسارين، عندي ال 3 فولت دويال بي سي اتش، ودي بتنتج من خلال الباور سبلاي، والجهد الثاني او الجزء الثاني من الفولتيه بتاعتي بتيجي معايا من بطاريه الار تي سي، واحد من الاثنين دول. طبعا فولتيه الباور سبلاي لما بتكون موجوده بتكون هي اقوى، لان هي متصله عن طريق توصيل مباشر مش عن طريق مقاومه، وبالتالي بيكون الاولويه لمسار الباور سبلاي. تمام. بيدخل طبعا احد الفولتيتين عندي على الدايود ده اللي هي الباكج اللي فيها اثنين دايود، وبتعدي معايا بتروح للثلاث اشارات دول. هنبتدي ان احنا ناخد في البدايه قياس الثلاث اشارات دي ونشوف هل فولتيه الار تي سي بتاعتنا طبيعيه ولا لا، وبعد كده لو لقيناها طبيعيه نبتدي ان احنا نكمل مسار الصيانه بتاعنا، ولو الفولتيه بتاعتنا مش طبيعيه نرجع للباكج دي او للمسارات دي. تمام. فهنبتدي بالفولتيه دي اللي هي ان انترادر الخاصه بالكفر بتاع الكيسه نفسها عند الار تي سي في دي دي والار تي سي ريزت. هنبتدي ناخدهم او ناخد قياسهم على البورده بتاعتنا، ولكن في البدايه كده خلونا نروح للسكيماتيك او البورد فيو بتاعنا. انا نروح للبورد فيو بتاعنا عشان نعرف الاماكن اللي هناخد عليها قياسات الاشارات بتاعتنا. الفولتيه الاولى اللي هي انترادر عندي ليها بنتين اتنين، عندي ال NR136 دي موجوده عندي في ظهر المذر بورد، والفولتيه الثانيه خلونا كده ناخد الفولتيه دي كده كوبي اللي هي فولتيه ال RTC VDD ونشوف اماكن القياس بتاعتها. هنلاقيها برضو موجوده معايا على ظهر البورده، ولكن هنلاقيها متصلة برضو ببعض العناصر على المذر بورد. على سبيل المثال عندي المقاومة دي وكمان المقاومة دي والفولتية الأخيرة اللي هي الـ RTC Reset. احنا بنحدد بس دلوقتي الأماكن اللي هنبتدي ناخد عليها القياسات بتاعتنا. برضو في نفس المنطقة عندي هنا المكثف ده، وممكن ناخدها من خلال المقاومة اللي قدامنا دي. يبقى في فولتيه هناخدها من الباتوم الخاص بالمذر بورد، وفي فولتيتين تانيين اللي هي الار تي سي في دي دي والار تي سي ريزيت، هنبتدي ان احنا ناخدهم من قومات او المكونات اللي جنب البي سي اتش. تمام. انا كده نبتدي باشاره الانترادر على الريزيستور دي، على الطرف ده من الريزيستور 280 ملي فولت. انا بس نظر شاشه الاسلسكوب على الطرف ده من الريزيستور بتاعتي 280 ملي فولت، وعلى الطرف ده برضو حوالي 260 ملي فولت. الكلام ده معناه ان انا في مشكلة عندي في الاشارة دي، ولكن خلونا نكمل باقي الاشارات. بالنسبة لي الـ RTC VCC نقدر ناخدها من على الريزيستور دي، وبرضو نفس النتيجة 280 ملي فولت. طيب خلينا نبتدي ناخد فولتية الار تي سي ريزيت، وبالمناسبة هي موجودة في نفس المنطقة، نقدر ناخدها من على الكباستور ده. انا بس نزوم كده شوية و فولتية الار تي سي ريزيت 2.9. طيب دي حاجة غريبة جدا ان فولتية الـ RTC Reset هي جاية من نفس المسار وفولتية باقي الفولتيات اللي هي انترادر والـ RTC VDD كان فيها مشكلة معايا. طيب خلينا نرجع مرة تانية ناخد فولتية الـ RTC Reset وفولتية الـ RTC Reset سليمة معايا. هنتأكد بس من البن نفسها. انا المكثف اللي احنا بناخد عليه فولتيه الار تي سي ريزيت، وعندي المقاومه اللي هي الار تي سي في دي دي، هي المقاومه دي اللي جنبها مباشره،
نرجع مرة تانية للميكروسكوب. هنا المفروض فولتية ال RTC، أنا بس نظهر الأسلسكوب. هنا المفروض فولتية ال RTC VDD رجعت سليمة معايا 3 فولت، وهنا ال RTC ريزيت برضو سليمة معايا. طيب هل كريستيلا دلوقتي عليها الفريكونسي بتاعها؟ وزي ما احنا شايفين تردد الخاص بالكريستالة رجع سليم معايا. خلونا بس كده نعمل التريجرينج ونكبر الإشارة بتاعتنا، والإشارة بتاعتنا زي ما احنا شايفين سليمة بدون أي مشاكل، التردد موجود عندي سليم بدون أي مشاكل. على الطرف الثاني برضو في فريكونسي، وبالتالي المفترض في الوقت الحالي ان المذر بورد تشتغل معايا باور. خلونا كده نجرب المذر بورد باور، و المذر بورد فعليا اشتغلت باور وداتا زي ما احنا سمعنا من كارت التستر. يعني انا اعتقد بنسبة كبيرة جدا ممكن يكون الدايد نفسه فيه مشكلة. خلونا بس نرجع للسكيماتيك مرة تانية، ويخلونا نجيب فولتية ال RTC، لان زي ما شرحنا قبل كده برضو المذر بورد دي كانت في بعض الاوقات بتشتغل، ولكن كانت بتشتغل بدون داتا. زي ما احنا شايفين دلوقتي الفولتية بتاعتنا بتيجي على الدايت بتاعنا عن طريق مسارين، ده المسار الخاص ب المذر بورد نفسها، الفولتية الستاند باي اللي بتنتج على المذر بورد نفسها، وده المسار الخاص بالبطارية. انا كان في مشكلة عندي في فولتية الانت رادر، وكان في مشكلة عندي في فولتية ال RTC VDD، ولما جينا اخدنا قياس ال RTC ريزيت. وبعيدا عن الكاميرا صراحة انا اخدت القياس ده اكتر من مرة، كانت الفولتية بتاعتي كان فيها مشكلة في حدود 280 ملي فولت، ولما جينا اخدنا القياس واحنا بنسجل لقينا الفولتية دي رجعت سليمة، ورجعنا لفولتية ال RTC VDD سليمة، وبالتالي برضو الفولتية دي هتكون سليمة. ممكن يكون في مشكلة عندي في الدايود ده، وبالتالي انا بعيدا عن الكاميرا هبتدي ان انا اغير الدايود ده، كمان اغير الريزيستور دي اللي هي ال NR137، ممكن يكون الدايود او المقاومة فيهم مشاكل، وكمان هغير ال NRB اللي هي قيمتها 1 كيلو اوم، عشان نتأكد بس ان المذر بورد دي لما تطلع من عندنا او نسلمها للكاستمر بتاعنا المذر بورد دي ما ترجع لناش مره تانية، لان بنسبه كبيره جدا ممكن يكون احد العناصر دي في مشكله معايا. كمان حتى هغير برضو ال NC8 اللي هو المكثف ده، لو في مشكله هيخفض لي الفولتيه دي للجراوند، ولكن بالنسبه للبي سي اتش نفسها، البي سي اتش نفسها في الوقت الحالي ما عندناش معاها اي مشكله. يعني انا هحاول اكبر قدر من العناصر على الخط ده، حاول ان انا اغيره بحيث لو في عنصر فيه مشكله ممكن تظهر معايا بعد كده هيبتدي ان الكاستمر يرجع لي المذر بورد دي مره تانية، وانا مش عايز طبعا الكلام ده يحصل. وبالتالي هنبتدي نشتغل على العناصر دي دلوقتي تحت الميكروسكوب، وهنغيرها دلوقتي ونرجع نجرب المذر بورد دي مره تانية مع بعض.
طيب خلينا دلوقتي نروح للسكيماتيك عشان نشوف ايه العناصر اللي احنا اشتغلنا عليها وغيرناها. انا في البدايه غيرت ال ان ار 137 بنفس القيمه اللي هي 45.3 كيلو اوم، كمان غيرت ال ان ار بي بقيمه 1 كيلو اوم، الدايود ده غيرته اللي هو ال ان دي 1، كمان غيرنا ال ان سي 8 بنفس القيمه بتاعته اللي هي ال 1 مايكروفراد، وطبعا الاربعه دي الحجم الفيزيائي بتاع اللي هو 0.4 0.2. تمام. طيب خلونا دلوقتي نروح للكاميرا عشان نبتدي نجرب المذر بورد بتاعتنا. دلوقتي الكرنت درو عندي 55 ملي امبير، وخلونا نضغط بريس الباور. زي ما احنا شايفين دلوقتي المذر بورد اشتغلت باور بدون اي مشاكل، كمان تست اليو اس بي قال دلوقتي ان المذر بورد شغاله باور بدون اي مشاكل. يعني صراحه انا معتقد ان المشكله دي احتمال ان هي ترجع مره تانية، وبالتالي انا هدي ضمان 3 شهور مع المذر بورد دي بحيث لو حصلت المشكله مره تانية نبتدي ان احنا نشتغل على حلها باذن الله. ودلوقتي طالما معانا مذر بورد شغاله بدون اي مشاكل، هسيب لك دلوقتي التشريح الخاص بممانعات الكويلات الرئيسيه للبورده اللي موجوده معانا. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، وكالعاده كل اللي محتاجينه منكم دعوه من القلب.